بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أكرمتنا بهذا الدين الحنيف الخالد، فزدنا إكراما بالدنو منك والاستفادة من حكمك وبلوغ فهمنا القرآن بلوغ عالي المستوى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان، أو الكرب أهل العدوان إلا من رحم ربنا. يقول ربي في آية 74 من سورة الحج: ما قدر الله حق قدره. لكم تخبتوا بعد أول واحد يتقدر والله، وكنتم عقولكم حق هكا نظيفة مستقيمة مستنيرة ومنيرة، لكم قدرت ربي حق قدر، وتحسوا روحكم مقصرين في تقديركم ربكم سبحانه وتعالى، رب الجميع لا رب سواه أبدا أفلا شك. لا شك ربي جابها بصيغة حتى العقول السليمة تعرف بالضبط معنى التوحيد. اليوم اللي هذا في الشرك، مرأة ألف مرأة نعبة فينا أشقبونه، راهو هذا الكرب باش يقولوا، راهو ما نجيبوش من عندنا، راهو هذا عالم نساء اسمه يعرفوه، عالم الذكور المشهور بالغلظة وقسوة القلب ولا رحمة، ويقول لك خويا هو أكبر واحد طعن فيك وأكبر واحد يتهب القضاء عليك وتفسيد سمعتك، وهلو مجر هم الكرب والذكور عالم وحوش والعياذ بالله، إلا من رحم ربنا اللي دخل في الإسلام سالمين معافين من نفاق وظلم وعدو. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إذا كان هو قوي عزيز وأنت ما تقدروش، قولي من أنت؟ ما تقول بالعقل، تقول بالفلسفة، من أنت؟ ربي حكم قالك ما قدر الله، شهادة ربي لا ترد. ما قدر الله حق قدره، بدا أن اسماء الله الحسنى وذاته العلية الباهية تشهد أنها تدلكم على السبيل الناجحة في تقديركم لمولاكم حق قدره. أين أنتم اليوم في مزبلة التاريخ الكرم ومن يدعون الإسلام بطريقة غريبة منبوذة يدعون الإسلام وهم أعداؤه؟ إذن يدخلوا في المجموعة هذه اللي يستنكرها ربنا، ما قدر الله حق قدره، ورجعوا راكم بل يحق عليكم القول. خاطر إذا كان هبط من قلت الرب قال هذا من أهل جهنم أهل جهنم، لا يرد حكمه ولا معقب له، والله غالب على أمره. إذا كان أمر قال ما رضيت عنك، ما غفرت لك، ما ليش تعمل أنت تو بطل الأبطال عند الناس اللي قال بطل الأبطال، وعند ربي من أكبر اللي قال أي وين ماشي أنت؟ عند ربي لئيم ومن كبار اللؤمة، وعند أنت وعند الفان بتاعك اللي يعبدوك من دون الله تو راش باش ينفع كذا، هذه الشهرة وهذا الحماس يظهر ولي هم معاك يعبدوا بيك من دون الله. سترون الذي لم يكن في الحسبان، وانا لا استغرب انكم لا تفقهون شيء وما تعرفوش كوعكم من بعض. بالله العظيم وصلتوا لدرجه الانسان ما عادش فيكم انسان، لا في طبتكم، لا في محاميكم، لا في قضاتكم، لا في اشباه رجال الاموال ولا مجروا ولا اختصاص الهندسه وغيره، اعطيونا ونوما اللي فيه من الإنسان، مش بعوث الأساد أغلبهم كيف عباد ومال، البلاد هابطة والديون هابطة عليها بلا رحمة، لأنه هذا يخدم بنو سويون بالتمام، مش في صالحكم المال اللي تقترضون هذا. تقولوا احنا تحت ضرورة اقترضنا، باهي ربي يلطف يسامح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، هذا من رحمه الله. لكن وين ماشيين الاساتذه ذوما
وين ماشي. النوع هذا لا يعرف من العلم شيء، ولا عنده ما يجمله من الأخلاق. ناس هات هات ايش بتقطع عري هذا، ما حط له باله، والبال اللي مش يسمع اللي ما فهمش استاذ كيف هو اللي مش يتضربوا عنده مقابل عرمة مال، هما اللي مش يمشوا متفقين. تقنيات عندك تعرف اسرار الهندسة، الرياضيات، علم علم الحيل، الفيزياء، وين ما تعرف وانت فيلسوف، ما كيفك فيلسوف ولا برضه. احنا من نقشوش هذا كواط، ورب يقول لا تبخسوا الناس اشياءهم. احنا حلو شهاده، شهاده لا تفرض، لان يعني الله ارادها كذلك. لكن عوارك ما حبش تراها، حدبتك اللي هي اعلى مستوى مما تظن، انت بالك بلاش حدبه، حدبتك هي اللي تشوه وتفرحك. وجاي نهار يصبتك ربي اذا كان مش تشتوب وترفق بالضعاف. هذه الامه مش ضعاف، هم سراق أغلب المال اللي جاي مال حرام، أنت مش تاكل زيت الحرام وزيت التسمية، يعني في الهواء سوا كلكم عايشين في الحرام إلا من رحم ربنا. وكموشك اللي يرحمهم ربي يركم بك اللي تحت في طباق الأرض الأعمق، والعياذ بالله. ولهذا ربي حين يطل على الخلق الظالمين أنفسهم ويهم بضربهم بخصل أو مسخ أو ريح حمراء، كي يراك البقية كما الناشئين من الأحزاب الدينية الحقيقية، كون مش هاكم ربي راهم بك يصفركم الحساب، لأنكم في مقته صباحا غضبه مساء. وقلنا لكم راكم يخطر ويزيد الحمق، لأنه مش يتكلف لكم. ولهذا ما تقولوش ما نعرفوش، احنا أهل القرآن قاعدين نوصل لكم ونكرروا، لعل بعض في بعض الفرص يخرج الإنسان من الدرس اللي هو فيه ويرتقي إلى عالم المسلمين فقلين من ضعف لعفاف إخفاف، الذين لا يبغون في الأرض فسادا ولا يريدون علوا، والحديث راه متشعب ولا فائدة في التطويل. نكتفي بهذا القدر، والسلام على من اتبع الهدى.